بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله في الجزء الأول في الكورس بتاع 105 اللي هو الهاندلنج داتا. أول مرحلة ناخدها إن شاء الله اللي هي البايثون فايل هاندلنج، إزاي البايثون بيتعامل مع الملفات، على أساس إن هي الأصل، الفكر الأساسي لفكرة البيانات أصلا، الملفات والشغل اللي بيتم عليها. فالبايثون فايل هاندلنج، الفايل هاندلنج بلايز ان امبورتنت رول وين ذا داتا نيدز تو بي ستورد. يعني عايز يقول ايه؟ ان فكره انك تعالج الملف دي حاجه مهمه جدا، لانك انت بتحاول توصل للبيانات اللي متخزنه جوه الفايل، مش فكره الفايلز، انت بتتعامل مع البيانات اللي داخل الفايل. الفايل از انيمد لوكيشن، يعني في مسار، في باث، في مسار مكتوب في الفايل على الديسك بتاعتك، وفي الستور الداتا او الريليتد انفورميشن اللي انت عايز تشتغل عليها. احنا بنقدر وي كان اكسس ذا ستور انفورميشن، بنقدر نوصل للانفورميشن على نون فولاتايل. نون فولاتايل دي عكس فولاتايل، او الفكره كلها ان احنا كنا في البرامج او في المستويات السابقه للمستوى ده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط الداتا جوه variables، جوه arrays بانواعها، بس كانت مسافه ما بنقفل البروجرام ونفتح بنعيد ادخال بيانات نقله جديد، لان البيانات ما بيحصلهاش تخزين، او بيحصلها تخزين مؤقت على الرام وبعد كده بتطير. نون فولاتايل يبقى ده اول شكل من اشكال ان البيانات ما تبقاش متطايره، خزن على الفايل، ممكن بكره بعده فتح الجهاز، فتح الجهاز دخل على الجهاز، راح على البروجرام يلاقي البيانات اللي كانت متسجله من قبل كده موجوده. ودي فكره الايه، او اول فكره نلمسها في الموضوع بتاع الفايلز. الفايل may be in the text or binary format. لما بنكتب كتابه عاديه ده بيبقى يعتبر text format. لما بنتعامل مع الصوره كايمج، او بنتعامل مع فيديو او مع اوديو او اي شيء من الحاجات دي، بنعتبره binary ايه؟ فورمات. خلاص يبقى ده الفرق ما بين التكست فورمات والباينري فورمات. Each line of the file is ended with a special character، وطبعا بيبقى فيه special character بنتعامل معاها او علامات معينه. طيب عشان نخش في الموضوع بشكل عملي، قبل ما نريد، before you can read or write file، يعني قبل ما تبدا تقرا الفايل او تكتب على الفايل او تقرا من الفايل، you have to open it، يعني انت لازم تفتحه الاول، يعني يبقى في ما بينك وما بينه اتصال عشان تقدر تريد منه او تكتب فيه. البايثون فيها بيلت ان فانكشنز خاصه بالفايلز، يعني فيها فايلز موجوده فيها، مش هنستدعي حاجه من بره. بايثون فيها بيلت ان ايه، فانكشنز خاصه بموضوع التعامل مع الفايلز، اللي هي في بعض اللغات الاخرى بنستدعي حاجه اسمها الاي او او الانبوت اوت. فالاوبن فانكشن اللي بتعمل اتصال ما بين البايثون وما بين الفايل اللي انت عايز تقراه دي بيلت ان، ودي بتكريت ليا اوبجكت هو فايل، نوعه فايل، بتقدر تتعامل مع فايل. قبل ما نخش في السنتكس بتاع الفايل، فايل ده اوبجكت بيساوي، وبعمل اوبن بديله اسم او المسار، بديله حاجه اسمها الاكسس مود، وبديله حاجه اسمها البفرنج. هتكلم عن الاكسس مود وهتكلم عن البفرنج ان شاء الله، لكن خلينا مبدئيا فور اكزامبل على بايت شارم كده، نقول مثلا احنا عايزين نعمل من فايل، عايزين طبعا مش عايزين نعمل نيو بروجكت، طبعا احنا جوه فولدر مفتوح على اخر مرحله احنا كنا فيها يعني. فهعمل نيو، قال لي فايل ولا دايركتوري، قلت له فايل، قال لي هسميه، قلت له هسميه مثلا اكزامبل 1.py طبعا، دوست انتر عشان نخلص. حلو جدا، قال لي يلا اكتب، هنكتب بقى الكود اللي احنا عايزينه. فانا اول حاجه اكتبها اعرف فاريبل اسميه فايل، الفايل ده ايكوال، وهقول له اوبن اللي هي الفانكشن بتاعتنا اللي هي بتاخد الفايل والمود والبفرنج وحاجات تانية كتير. افتح كده القوس بتاعي، قال لي اديني بس اول حاجه الباث، خلاص المسار اللي هقرا منه. فقلت له مثلا هنقرا فايل 1.txt، ده اسمه فايل. طب انا ما اديتوش مسار، ما اديتوش على السي يخش جوه فولدر كذا، جوه فولدر كذا هتلاقي فايل اسمه كذا، او عدي او يعني، فما فيش باث كامل، فما فيش مسار كامل، يبقى البايثون باي ديفولت هتفترض ان البروجرام بتاعك اللي اسمه اكزامبل 1 ده بجواره مباشره في حاجه اسمها فايل 1.txt،
وهتدور عليه في الايه في نفس الباث بتاع البروجرام بتاعك. ولو ما لقيتهوش هتبوم ايرور على طول. يعني لو دوست اف 5 قال لي عايز تران ده قلت له ايوه احنا مش اف 5 هنا اسف. هنا الاختصار اللي عايز الاختصار هنا طبعا ايه شيفت واف 10. فقلت له ماشي او اعمل الت شيفت اف 10 عشان اغير البرنامج هو بيرن التست بايت شارم اللي قبل كده. انا هقول له ران اكزامبل على طول ضرب مني وقال لي فاين نوت فاوند اكسبشن خلاص يعني الفايل وقال لي نو ساتش فايل اور دايركتوري فايل 1 دوت تي اكس تي انا مش لاقي الملف ده والايرور اسمه فاين نوت فاوند. طبعا انا ممكن اشتغل عليه تراي كاتشنج وكده وده طبيعي ما فيش مشكله. ممكن احط البرنامج انا هنجي هاجي كده واقول له انا عايز اعمل نيو فايل انا اسميه قلت له اسميه فايل 1 دوت تي اكس تي خلينا يبقى الفايل موجود. طبعا الفايل ده طالما انا كريته كده هيجي بجوار مين بجوار اكزامبل 1 ادي فايل 1 حلو. تعال نعمل ران لنفس البروجرام بتاعنا بس بعد ما حطينا الفايل بقى موجود يعني بقى اكزيست يعني فيقول لي ران اكزامبل 1 خد بالك هنا خلاص بقى نفسه على اخر حاجه اللي اشتغلت عليها. قلت له ماشي. تلاحظ انه ما عملش اي حاجه وما طلعش اي ايرور ولا اي شيء لان احنا ما قلنالوش يطلع اني مسج يعني ما قلنالوش يطلع اي رسائل خلاص لما الفايل يتوبن. طبعا ممكن اقول له اف ان الفايل اف ان فايل اطبع مثلا رساله معينه. طبعا اف ان فايل هي مش ترو ترو يعني مش بتريترن ترو ولذلك احنا اختصرنا الاف قلنا اف كذا على طول. لا اللي هو لو هو nothing null او none بالبايثون none يعني لا شيء هيبقى الاف هتجيب فولس على سن الفايل نان لا شيء. إلس يعني لو الفايل اي حاجه غير نان هيعتبرها ترو وهيخش يعمل ايه العمليه بتاعتي اللي انا هقول له مثلا ايه فايل از اوبن سكسسفول فايل از اوبن سكسسفولي دي مسج هتظهر فقط لما الفايل يبقى اوريدي يعني حصل له اوبن يعني في اوبجكت معين في الميموري. لو نان مش هيقدر يطلع رساله يعني لو دوسنا كده كنت اف 5 سوري خلاص راكبه معايا اف 5 عشان بس مش عايز ادوس اف 10 عشان برنامج التسجيل ران اكزامبل. قال لي فايل اوبن از اوبن ذا سكسسفول. طيب لو رمينا الفايل ده قال لي خد بالك ده في برنامج بيستخدم الفايل. قلت له ايوه انا عارف احسب ما يهمكش. وجينا بقى ايه نرن تاني الفايل بتاعنا نرن الابلكيشن قال لي فايل نوت فاوند فالاف ما اشتغلش ولا اي حاجه اشتغلت هو ضرب اصلا ما لقاش الفايل. ففي فرق ما بين الاثنين طبعا تشتغل تراك كاتش وتظبط الجمله. انا مش محتاج اعمل ده دلوقتي لكن من نيو فايل قلت له هعمل فايل 1.txt اوكي بقى موجود. ارجع هنا ارن من ران واقول له ران اكزامبل 1 قال لي فايل از اوبن سكسسفول والفايل موجود. انا بس كنت بلعب. طبعا الاكزامبل لسه في شويه شغل في حاجات كتير ممكن نعملها ان شاء الله مع بعض بس نشوفها مع بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.